لما يتقال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حضرتك بتبقى سعيد باللقب ده ولا دايما عندك تخوف من المسؤولية الكبيرة في اتخاذ كل قرار بياخده الدكتور حسن مصطفى؟ لا، ما هو اللي انا عايز اقوله ان انت عشان تبقى عشان تنجح فلازم اي قرار بيتاخد يبقى لازم يدرس دراسة وافية جدا قبل ما يتاخد، لان ما ينفعش في بعض الناس في بعض المنظمات الرياضية تاخد قرار النهاردة والجلسة اللي بعديها تاخد تتناقش نفس يعني. القرار واخد بقى حضرتك ازاي؟ فاحنا عندنا مثلا لما بناخد قرار عشان نتكلم فيه تاني بعد سنة بعد سنة من يعني قبل قرار ما بيتاخد لازم يدرس من كل الجوانب لان احنا انت لما معنت ان انت تاخد قرار وترجع فيه يبقى انت كنت غلطان يعني عملت حاجة مش مظبوط، عملت حاجة غلط، ودي بتؤثر على الفرق وبتفسر على اللعيبة وتأثر على حكام ومدربين ومنتخبات والاخر واخد بال حضرتك. فعشان كده لازم الواحد يبقى حريص قبل ما يتاخد اي قرار عشان ما يبقاش قرارات العشوائيه ما تمشيش مع الاتحادات الدوليه. الرياضه بقى في حياه الدكتور حسن مصطفى ونشاته الرياضيه، ابتديت الاول يا دكتور حسن قبل كره اليد الاول طايره، ما لقيت الدكتور حسن مصطفى ما لقاش نفسه فيها، بعد كده السله. لا مش ما لقيتش نفسي، لا يعني هو طبعا يعني هي الالعاب الجماعيه قريبه من بعض واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن اللي انا عايز اقول ان انا بدات لعبت شويه ملاكمه وبعدين لعبت كره طايره ولعبت كره سله، لكن انا لقيت نفسي في كره اليد واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني لعبه كان فيها، انا بحب الالعاب اللي هي فيها احتكاك فطبعا دي بتثيرني يعني عشان كده يعني سبت بقيت السله كانت السله لا الملاكمه كلها احتكاك لا كلعبه فرديه، الطايره ما فيهاش احتكاك خالص لا طبعا فرقتين فاللي انا عايز اقوله ان انا اخترت ان انا اكون في كره اليد وحولت مساري من الالعاب الاخرى الى كره اليد والحمد لله ربنا وفقني. مين اللي كان بيشجعك في الصغر بقى، الوالد ولا الوالده؟ لا لما طبعًا. بدات تسلك بقى مجال الرياضه؟ لا يعني طبعا الوالد والوالده واخواتي والناس اللي هم قبل يعني اللي هم ابناء المنطقه يعني طبعا كان ليهم فضل كبير عليا جدا في هذا المشوار وبالتالي يعني طبعا من هذا البرنامج بحب ان انا بشكر كل ما هو مد ايده ليا ان انا اصل للمستوى اللي انا فيه او البوزيشن اللي انا فيه. دكتور حسن مصطفى اول ما ابتدى يمارس الرياضه ابتداها في نادي الزمالك، ناس كتير ما تعرفش، كل اللي بيظن يظن الدكتور حسن